بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام لكم النهاردة من العرش، من عرش الحمل. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير وهو اللي قال لي إن أنا أتكلم معاكم. الحقيقة النهاردة الجزء 33 هيكون ميراث في النور، يعني ميراث القديسين في النور. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعرفوك يعني يتحدوا بك. عايزين يا جماعة ندوب في روح ربنا، عايزين الاتحاد ده الرائع، عايز أدوب وأختفي فيه فيبقى هو وحده الظاهر. فاكرين وحدة الإنسان وجوده جوه روح الله في مراحل الطريق الجزء 3. لو فاكرين الصورة دي كمان، أنا عايزة أعرف مشيئة ربنا ورضاه علشان أعمل مشيئته لا مشيئتي. عايزة ميراث القديسين في النور ليا وليكم. وليه في الرؤية اللي فاتت ربنا قال لنا اطلبوا الحكمة؟ علشان اللي عايز معرفة مشيئته لازم يبدأ بالحكمة. ظهور سليمان في حياتك هو بداية اتحادك بالحكمة كعطية إلهية وانطلاق النور جواك. ظهور سليمان في حياتك هو بداية أخذ القرار بقوة وحزم أكتر من داود مثلا. سليمان كان حازم قوي جريء، يقرر وينفذ في نفس الوقت. ظهور سليمان في حياتك كان هو كمال الهيكل اللي جواك، يعني بيقولك الهيكل اكتمل بكل ترتيب ونظام وتدقيق. والهيكل هو أنتم، أنتم هيكل الله والروح القدس ساكن فيكم. تقف وتقول لتكن عينيك مفتوحتين على هذا البيت ومصغيتين لصلاتي في المسيح يسوع. تعالوا في كولوسي 1 نشوف، لم نزل مصليين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفة الله، متقويين بكل قوة بحسب قدرة مجده بكل صبر طول أنيه بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. سالكين يعني متحركين، مثمرين، نامين، متقويين، فرحين، شاكرين، شاكرين الآب لشركة ميراث القديسين في النور. هقول الآية تانية عشان مهمة قوي. لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لأن هنا شركة ميراث القديسين في النور. وكلنا عارفين أن النور هو الروح القدس، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة. في كولوسي 1 لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنها الآن قد أظهر لقديسيه، إنه قديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجده، هذا السر في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. أقولها تاني، المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. اسمحوا لي أركز على الآية بس وأقول المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح أقنوم الإبن، هو كلمة الله، هي حكمة الله. وبكل حكمة نحضر كل إنسان كامل في المسيح يسوع لميراث القديسين في النور. في رسالة خلوصي تفسيرها لأبونا تدرس يعقوب، فتح المسيح للكنيسة الطريق إذ وهبها أن تسلك فيه، فعلاقتها به علاقة حركة مستمرة تعمل دوما لتحقق عمل عرسها السماوي. إنها متأصلة ومبنية فيه، تمارس كل شيء باسمه، خاصة الشكر للإب. تتمتع الكنيسة بالملء في المسيح، لن تقبل إلا أن تكون على صورته وتشبع به. الكنيسة بتموت معاه، تدفن معاه، تقوم معاه، تختفي معاه، تختفي فيه وتظهر معاه في المجد، تشعر بالغنى والحياة الملوكية. استقطني من فيه كنوز الحكمة والفهم.
الكنيسة والهيكل أنت والمسيح فيكم. رجاء المجد. أنت لي كل شيء يا ربي وإلهي. أنت هو سر الحب كله يا ربي. من أجلي يا كلمة الله صرت إنسانا وصلبت من أجلي، ولاهوتك لم يفارق نسوتك، وهبتني أن أقوم معك، أتحد بيك، أتمتع بالملء ولا أعتاز إلى شيء. أنت لي كل شيء يا واهبني برك، أنت حريتي وكنزي ومجدي وتهليل قلبي. تحملني فيك فأكتشف السر الإلهي الفائق لكي تحضرني فيك كاملا. أنت لي كل شيء إلهي، أنت تحضرني فيك كاملا لميراث القديسين في النور. تؤهلني بروحك القدوس أن أطير وأكون في حضن الآب، أراك فأراه، أتعرف عليك فأمتلئ من كنوز الحكمة والفهم. بك أتعرف عليك يا خالقي وخالق المسكونة، يا حافظ وضابط الكل، يا إلهي الرحيم المعين. وما لي من الحياة في الجسد إنما أحياه بالإيمان أو في الإيمان بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه عني. هذا هو الصلاح الذي يدخل في كل شيء، فيه نحيا جميعا، عليه نعتمد، على وعلى هذا فإننا لا نقتني شيئا خارجا عنه، بل نقتني ما هو لله، لأنه ليس أحد صالح إلا الله وحده. لهذا كل ما هو صالح هو من الله، وكل ما هو من الله صالح. قالها القديس أمبريسيوس. هذا هو المسيح يسوع الذي إذا أمنت به أحيا وأوجد وأتحرك وأمتلئ وأنبض وأرتاح وأريح، أطمئن وأطمئن، أرضى وأرضي، أشكر الآب الذي أهني لشركة ميراث القديسين في النور. أطلبوا الحكمة والفهم. فاكرين في جزء عبرين الجزء 18 إحنا شفنا رباعيات في العهد القديم، النهاردة هنشوف تاني رباعيات بس أكتر في العهد الجديد مع العهد القديم. وأول حاجة نعرفها إن كلمة كاروب يعني معرفة، وكأنه من خلال المعرفة الروحية بتصير حياتنا مركبة تحمل الله داخلها. الحقيقة النهاردة نفسي نقف قدام الأربع كائنات النارية النورانية الغير متجسدين الكاروبين. يا ترى إيه الفرق بينهم في سفر حزقيال وسفر أشعياء وسفر الرؤيا؟ إيه أسمائهم وإيه معاني أسمائهم؟ ليه مثلا في سفر حزقيال أربع كائنات لكل واحد أربع وجوه وأربع أجنحة، لكن في سفر الرؤيا أربع كائنات لكل واحد وجه واحد وست أجنحة؟ يا ترى الاختلاف فيهم ولا في المكان؟ اسم حزقيال يعني قوة الله العليا، وأشعياء خلاص الله، ويوحنا حنان الله. يبدأ سفر حزقيال برؤية العرش الإلهي ليؤكد للشعب أنه يشتاق أن يشتركوا مع السمائيين في التمتع بمجده. فارتفع به الروح إلى السماويات ليدخل به إلى أورشليم العليا. انفتحت السماوات ليرى المركبة الإلهية النارية والعرش الإلهي الناري. تعلن هذه الرؤية عن نفس المؤمن اللي صار عدو في كنيسة ربنا وأصبح هو مركبة نارية ملتهبة تحمل الله في داخلها. بقبولها الروح القدس أو بقبولنا كلنا الروح القدس في سري المعمودية والميرون، وتسلمها حياتها بين إيديه ليعمل فيها وبيها على الدوام، فيقوم بها المسيح ويصعد بها للسماويات للعرش الإلهي بالروح القدس. قبل استعراض الرؤية قيل وصارت عليه هناك يد الرب، أي إيد ربنا امتدت عليه لتباركه وتسلمه روح النبوة. الرؤية بإيجاز شملت ست أمور مهمة: واحد، الريح والسحابة والنار. اثنين، المخلوقات الحية الأربعة. ثلاثة، البكرات. أربعة، المقبب يعني القبة. خمسة، شبه العرش والجالس عليه. وأخيرا، قوس قزح. بينا نشوف رؤية حزقيال النبي، وحزقيال يعني قوة الله. هناخد من إصحاح واحد وعشرة وإصحاح ثلاثة. قلت ثلاثة في الآخر لأن ثلاثة هناخد منه جزء صغير قوي. بينا
نركز ونبص على الصورة. كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، إن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. نظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحاب عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها تمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها لها شبه إنسان، ولكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة. أما شبه وجهها فوجه إنسان، ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها. بص على الصورة، الشرح حلو قوي. أما شبه وجوهها فهذه أوجهها، أما أجنحتها فمبسوطة من فوق. لكل واحد جناحان متصلان، أحدهما بأخيه، وإثنان يغطيان أجسامها، وأرجلها أرجل قائمة، وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المسقول. وناخد بالنا أن هي مشقوقة الزلف، وكل جسمها وظهورها وأيديها وأجنحتها ملآن عيوناً، أما شبه الكائنات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الكائنات. الكائنات راقدة وراجعة كمنظر البرق. إذا وقفت أرخت أجنحتها، فلما صارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة، كصوت القدير، صوت ضجة، كصوت جيش. هذا هو الكائن الذي رأيته تحت إله إسرائيل عند نهر خابور، وعلمت إنها هي الكاروبيم. ونظرت وإذ أربع بقرات بجانب الكاروبيم، بقرة واحدة بجانب الكروب الواحد، منظر البقرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، ومنظرهن شكل واحد للأربع، كأنه كان بقرة وسط بقرة. أما أطورها فعالية ومخيفة وملآن عيونا حواليها للأربع. وعند سير الكاروبيم سارت البقرات بجانبها، وعند وقوفها وقفت هذه، وعند ارتفاعها ارتفعت معها، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون والبقرات تسير معها، لأن روح الكائنات كانت في البقرات. لما صارت على جوانبها الأربع، لم تدر عند سيرها بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه، لم تدر عند سيرها. سمعت صوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة الواحد بأخيه، وصوت البقرات معها، وصوت رعد عظيم. أما البقرات فنودي إليها في سماعي: يا بقرة. بين البقرات تحت الكروب
جمر نار بين الكروبيم، منظرها كجمر نار متقدة كمنظر مصابيح، هي سالكة بين الكائنات، وللنار لمعين، ومن النار كان يخرج برق، وعلى رؤوسهم شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشر على رؤوسها من فوق زي القبة كده، شايفينه؟ وإذا على المقبب الذي على رأس الكاروبيم شيء كحجر العقيق الأزرق كمنظر شبه عرش، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق. ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله، من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت، رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها. كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. لحد هنا كده بتنتهي الرؤية، وبركز تاني أقولك هذا منظر شبه مجد الرب. هنشوف على السريع ملخص: أربع كائنات وأربع بكرات حاملين المقبب وفوق العرش جالس. فوق المقبب منظر النحاس اللامع كمنظر نار وشبه إنسان داخله من حوله نار، ولها لمعان من حولها كقوس قزح. في سفر الرؤيا 4: وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، يعني بس عشان نعمل مقارنة سريعة، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن خلف. الحيوان الأول شبه أسد، التاني شبه عيل، التالت له وجه مثل وجه إنسان، وخدوا بالكم بسرعة، والرابع شبه نسر. والأربع كائنات أو حيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا. ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. الأربع كائنات الحية هم كائنات قريبة من الله ليه المجد أكثر من سائر الروحانيين السمائيين، وهم مملوئين عيون، وكسرة العيون هي إشارة لكسرة معرفتهم وكمال حكمتهم. المركبة النارية هو الإنسان الداخلي الذي تقدس بكل طاقته ليحمي العرش الإلهي. هذا هو عمل الروح القدس فينا، أن يلهب طاقتنا بناره ليقدسها ويجعلها متحدة ومتكاملة معه. يصير إنساني الداخلي أشبه بمركبة نارية تحمل الله فيها وتتحرك بالروح القدس. وإن سر حملنا لله النار الآكلة يكمن في تمتعنا بالخلاص الإلهي من خلال التجسد، الصليب بيمثله الطور والقيامة الأسد والصعود النسر. بهذا السر، سر الإله المتجسد المصلوب القائم من الأموات والصاعد للسماوات، بتنطلق النفس كمركبة نارية لتحمل تحمل بالروح القدس وتحمل الحياة الإلهية في داخلها. وتعالوا نحاول نعملهم في منظر جدول. الأربع كائنات إنسان والأسد يمين والطور يسار والنسر، هم يشفعوا فيه بالترتيب: الإنسان الجنس البشري، الأسد حيوانات البرية، الثور حيوانات الحقل، النسر الطيور. بيمثلوا طاقات النفس في القوة: الإنسان العقلية، الأسد الغضبية، الثور الشهوانية، النسر الروحي. وبيمثلوا الإنجيليين الأربعة ومعاني أسمائهم: متى، مرقس، لوقا، يوحنا، ومعاني أسمائهم: متى عطية، مرقس مطرقة، لوقا حامل النور، ويوحنا حنان الله.
وبيمثلوا الخلاص الإلهي، الإنسان التجسد، الأسد القيامة، الثور الصليب، والنسر الصعود. شايفين الجدول كده يعني بترتيبه، بس أنا مش عارفة أعمله جدول فحطيته بالطريقة دي عشان نشوف بالطريقة دي. تحت المقبب الكائنات، أرجلها قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول. الأرجل القائمة بتمثل استقامة الإنسان الروحي الذي له قدمان كالنحاس المصقول، تدكان الأرض وتحطم الأشواك وكل موت، وتبرقان ببهاء السماويات دون أن تتسخ بتراب العالم، وكقدم عجل من الحيوانات المشقوقة الظلف يعني الطاهرة. في المؤمن، المؤمن الحقيقي بيسير على العالم بلا خوف، متجه نحو السماء دون ارتباك ولا اضطراب بالزمنيات. أيدي إنسان تحت أجنحتها على جوامعها الأربعة، أي يداه مستعدتان دايما للعمل لحساب ملكوت الله والخدمة كل البشر. وجود الأيدي تحت الأجنحة يعني السمائيين يتعبدون لله ويخدموا البشر، يعني ليهم ولينا روح العبادة والخدمة مع بعض. ونلاحظ وجوهها من كل جانب، وكأنها بلا ظهر تستطيع أن تتحرك في كل الاتجاهات دون أن تستتر، وكأنها بلا ظهر. يليق بالحامل للعرش الإلهي وقد دخل إلى كمال المجد ألا يكون له ظهر. الظهر ده السند، وأنا بسند على ربنا، بل يكون كل وجوها وكل عيون دائما تطلع إلى الله بلا عائق. هم خدام العرش الإلهي بيحملون الرب بفرح وتهليل، بيسبحوه بلا انقطاع إلى حيث تكون الروح لتسير. تسير في الروح القدس هو الذي يقود الموكب الإلهي، يقود السمائيين والأرضيين المقدسين في الحق. يقرر كلمة تسير ليؤكد ضرورة التزامنا بالسير حسب خطة الروح القدس وتحت قيادته بلا انحراف يمينا ولا يسارا. مفيش حد هنا بيمشي بمشيئته الخاصة، هي مشيئة الله والروح القدس. صوت حركتها مرعب كصوت مياه كثيرة، كصوت جيش. هذا هو عمل الله في حياتنا، يجعل من النفس جيشا قويا لا يغلبه الشيطان وكل قوته. فاكرين الصوت اللي أنا سمعته في الجزء 23؟ البقرات، ما هي هذه البقرات التي على الأرض التي تحمل في داخلها روح المخلوقات الأربعة والتي تتحرك بانسجام معها وفي نفس الوقت مرتفعة ومخيفة ومملوءة أعينا ومنظرها كشبه حجر الزبرجد؟ البقرة في وسط البقر، بيقول الآباء هم العهدين الجديد والقديم، القديم بيتحرك في الجديد والجديد بيتحرك في العهد القديم. أما هذه البقرات اللي تنادى عليها وسمعت جلجل، وجلجل مش جلجال يا جماعة، تتكون من كلمتين. جلجل يعني إعلان، هو إعلان العهد الجديد وإعلان العهد القديم، فقد التحم العهدين معا بقصد إعلان سر خلاص البشرية بواسطة المسيح يسوع، مركز الإنجيل والإنجيليين، وهو نعمة الإعلان لكل البشرية. هم الكائنات الأربعة حامل العرش الإلهي يتحركوا بروح الله لإعلان نعمة العهدين القديم والجديد لخلاص البشرية خلال بشائر الإنجليين الأربعة لأربع جهات الأرض. أخد بالي من دي. ارتباط البقرات بالأرض يؤكد أن الله هو ضابط التاريخ وصانعه، هو العامل في كل العصور، هو حافظ البشرية. تبقى عجلة محبته ورعايته لبني البشر تدور بلا توقف حتى لو لم يفهم الإنسان أسرارها وحكمتها. منظرها شبه منظر الزبرجد، وقلنا إن اللون الأصفر مع اللون الأخضر يعني النور والحياة، وحجر الزبرجد هو حجر الصلابة يعني القوة والثبات في المسيح يسوع. أساس الانتصار على أعداء وهو حجر النور والحياة، كأن الله يهب للنفس الصلابة وقوة لمجابهة كل حروب الشيطان وكل الظروف اللي حواليه. اللون الأخضر الفاتح يشير إلى ما يقدمه الروح القدس في حياة الإنسان من ثمار الروح، إذ يجعل قلبه فردوسا مفرحا وعقله حكيما فهيما وروحه مستنيرة ومليانة عيونا، يعني معرفة مشيئة الآب. قطورها ملآن عيون
حواليها للأربع. الإنسان الروحي بيحمل روح التمييز والحكمة، مملوء عيون، مملوء معرفة، وهذه الأطر عالية ومخيفة. يتسم الإنسان الروحي بالسمو الروحي، فيحسب في عيني السماء عاليا ومقرما. إنه عالي لا يقدر عدو الخير أن يقتنسه، مخيف لأن روح ربنا الذي فيه أعظم من كل طاقات إبليس وأعظم من كل شيء. المقبب يعني قبة. قال الآباء هكذا حينما يتقدم المؤمن بكل طاقاته الجسدية والنفسية، يعني الفكرية والقلبية والروحية، كآلات بر مقدسة للرب، تتحول حياته لشبه قبة سماوية تظلل على إنسانه الداخلي، ونقدر نقول فبيظهر فيها مجد الله بثقل. بيقول القديس يوحنا السابع: هوذا السماء داخلك إن كنت طاهرا والملائكة فيها تنظرهم مشرقين. مملكة طاهرة النفس داخل قلبه، والشمس التي تشرق فيها هي نور الثالوث القدوس، وهواء نسمها هو الروح القدس المعزي، والسكان معه هم طبائع الأطهار الروحانية، وحياتهم وفرحهم وبهجتهم هو المسيح ضياء الإب. أما كون المقبب له منظر كالبلور الهائل المنتشر، ده لأن طبيعة البلور يعكس المنظر اللي أمامه في داخله كأنه مرآة. هكذا ينعكس في داخل المؤمن منظر الرب المحمول فوق المقبب، بمعنى أن النفس قد صارت سماء للرب ومقدسا له، إنما صارت كالبلور الذي يحمل صورته ويعكس سماته فيها. أما كونه شبه البلور فلأنه يليق بالمعمدين أن يكونوا ثابتين وأقوياء. بمنتهى البساطة، الكائنات الموجودة تحت المقبب لا يرون الجالس على العرش، فليس لهم حاجة لوجود جناحين لتغطية وجوههم، عشان كده عندهم أربع أجنحة فقط. هم حامل العرش، وفوق القبة هم أربع كائنات ليهم ست أجنحة، لأنهم يغطون وجوههم بإسنين أمام الجالس على العرش. طيب إيه أسمائهم ومعاني أسمائهم؟ أسماء كائنات العرش مش تحت العرش: جوال، أرفيال، أوديجيال، دوتيال. معانيهم: الله هو حافظ الكل، معطي النور للكل، راحم الكل، معين طالبيه. وهم بيعبروا ويعلنوا عن عمل الله مع الإنسان. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. هو خبر يعني هو أعلن. واحد: الله حافظ الكل وخالق الكون والكل. اثنين: الله نور ومنبثق من الآب نور الروح القدس، روح الحكمة والفهم، القوة والمشورة، روح المعرفة ومخافة الله، روح الحق المعزي. رقم ثلاثة: الله راحم الكل بفدائه العظيم، بتجسده وفدائه للبشرية. أربعة: الله هو المعين لكل طالبيه، الآب يعين بمحبته ورحمته، الابن بتجسده بصليبه بقيامته وصعوده، وأنا فيه وهو فيا. الروح القدس النور يعين بالحكمة والقوة، بيرفعني ويعلمني، يعين بالمسحة، يعين بالثمار، بالعطايا، بالمواهب. هو إله واحد مثلث الأقانيم، متميزين كل واحد عن الآخر في العمل. حيث يظهر العرش الإلهي نرى قوس قزح حوله، وده العهد. ذلك لأن مجد الله ليس جبروت وعظمة فحسب، هو حب بلا حدود، رحمة بلا حدود، نور للكل، معين لكل طالبيه، حارسنا وحافظنا، ضابط الكل. ودي معاني أسماء الكائنات الأربعة في العرش. ربنا عايز منك النهاردة في العرش: أنا الرب حافظك وحافظ الكل، عايزك تعكس صورتي، أنتم نور العالم، خد نور الروح القدس الساكن فيك ونور العالم بروح الحكمة والفهم والقوة والمشورة، بروح معرفة مشيئة قلب الآب ومخافته. شاكرين الآب على الميراث في النور اللي بيهم تقدر صح تحفظ العهد والمكتوب، تحب أخوك وترحمه، وتكون معين لكل من يطلب بحكمة. اطلبوا الحكمة والقلب الفهيم في كل شيء، اللي تمشي مع مشيئة قلب ربنا مش مع مشيئتك الخاصة. المسيح فيكم رجاء المجد.
شاكرين الآب لشركة القديسين في ميراث النور. ملحوظة أخيرة وأفكركم، ودي في تأملات خاصة، إن في آخر سفر، يعني في آخر رؤية لحزقيال بالنسبة للكاروبيم، وعمل فيه كاروبيم ونخيل، ده في إصحاح 41، نخلة بين كاروب وكاروب، لكل كاروب وجهان، فوجه الإنسان نحو نخلة من هنا ووجه الشبل نحو نخلة من هناك، عمل في كل البيت حواليه. الصديق النخلة يسهو، هو الإنسان في المسيح يسوع من خلال القيامة في الملك المسيح، واللي يعبر عنه بوجه الأسد. بروح القيامة فقط تعبر من قصة أقداسك كإنسان في المسيح الملك القائم من الأموات، من عرشك لقدس أقداس الله عرشه. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. كده الهيكل بتاعك اترتب وجهز، وإنت عينيك تكون على المسيح الملك في القيامة، يقيمك المسيح معاه وياخدك للعرش. بالقيامة نقوم في المسيح الملك فقط، تعبر من قدس أقداسك كإنسان عرشك لقدس أقداس الله عرشه. الصديق كالنخلة يسهو. اطلبوا الحكمة، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. من غير النور، يعني الروح القدس، روح الحكمة والفهم، مفيش لا عبادة ولا خدمة ولا رحمة ولا معين بطريقة صحيحة إلا بمعرفة مشيئة قلب ربنا عشان أنفذها وتكون مش مشيئتي أنا الخاصة. عايز أفكركم في الجزء الأول، لو تفتكروا في الرؤية اللي كانت في الجزء الأول، أنا سلمت قلبي في إيد المسيح. المسيح بياخد قلبي، بينظفه وينقيه ويعلمه ويفهمه ويجهزه كعرش ليه، وبعد كده أخده وبيحطه جوه قلبه، جوه قلب ربنا، يعني بياخده ويحطه في عرش ربنا، يعني بيدخلك جواه، وهي دي شركاء الطبيعة الإلهية. لما أنت تدخل جوه ربنا، أنت بتدوب في ربنا خالص، بيسهر ربنا وأنت بتختفي تماما فيه. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله. عايزين نقول النهاردة، تسمحولي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعز، لكل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة يا إلهي العظيم القدوس الحي الأبدي. آمين.